أستطيع أن ألخص حياتي لأن الحياة عبارة عن شيء لا يمكن أن يلخص لا يمكن أن يروى وأكبر الروائيين لم يستطيعوا أن يرووا حياتهم بالطريقة التي هم عاشوها أضافوا لها أشياء كثيرة تجميلية ولكن نسوا كثير من الأشياء أو لم يستطيعوا التعبير عن أشياء هي بالحقيقة واجبة جدا. أنا مثلا أشعر في النخلة والجيران لم أعبر عن حياتي كاملة وإنما عبرت عن لحظات معينة كنت أتصورها هي المثلى وهي التي تعبر أكثر من غيرها عن مكنون تصوري وأفكاري وعواطفي. أظن أنني عانيت شيئا كثيرا حين أجريت على لسان حماد العربنتشي في النخلة وجيران بأن الحياة هي مسيرة في درب طويل وكلما كان الإنسان شابا كانت قدرته على السير أكثر وكلما كبر به الزمن أصبحت مقدرته أقل. في الحقيقة أن كنت أريد في هذه الفكرة أن أصور أن الإنسان دائما في حياته يسير ولا يتوقف على المسير مجبرا أو راغبا هو نفسه في السير. هناك أشياء كثيرة هي يمكن أن تسمى وقفات في حياتي. هذه الوقفات أعتقد أنها معروفة الآن لكثر ما قلته للصحف ولكن هناك صفحات مطوية وهذه الصفحات المطوية أتمنى جدا أن أكون مخلصا وأن تواتيني الوقت وتواتيني الصحة في أن أعبر عنها على الأقل بنفس الصدق الذي عبرت فيه في النخلة والجيران وخمسة أصوات والمخاض وغيرها من أعمالي. والحقيقة أن التوقفات التي يقال أن الإنسان يجب أن يستلزمها لنفسه هي توقفات ضرورية جدا وهذه التوقفات هي عبارة عن تغيير مجرى حياة وفي حياتي كثير من هذه التوقفات وكلها في اعتقادي ولا أريد أن أبالغ أنها كانت توقفات جيدة بالنسبة لي لأنها كانت مبعث تصور ومبعث تأمل للخطوة الأخرى. أعتقد من لحظات
أو الوقفات الجيدة في حياتي هو عمل الصحفي. أولاً جعلني هذا العمل الصحفي أبرز للناس كشخص ذو رأي وذو كلمة تقال، وهذا ما بعث العزة في نفسي وما جعل حماسي يزداد للأفكار التي كانت تضطرم في ذهني، وقربني جدا من الجمهور، بحيث أنني كنت كلما كتبت مقالة أو كلمة أحسست أو رأيت عشرات من الناس يستحسنون هذه الكلمة أو يستهجنونها أو يقولون شيئا ضدها أو معها، وهذا الشيء ضروري للكاتب وهو ما يسمى بالتجاوب. فالكاتب الذي لا يتجاوب معه قراءه كاتب معزول وكاتب لا يكتب إلا على نفسه. وأنا طوال حياتي حاولت أن أكون الكاتب الذي يحاول أن يظفر بأكثر قدر ممكن من التجاوب مع عدم الانفصال عن ما يفكر فيه وما يؤمن به. ولذلك كنت أعتز بكلمة ملتزم التي تطلق علي دائما لأنني كاتب ملتزم. كل كاتب يطمح دائما في أن يكون عمله الأخير أو الآخر هو العمل الأفضل، وكل كاتب وأنا بصفتي الشخصية أتصور أن كل ما أنجزته هو ليس بالشيء اللي يرضي ضميري، وأنه لا بد من يوم من الأيام أن أقوم بعمل هو خلاصة، أو ربما لا أقول خلاصة، ربما هو صورة بسيطة لما عشته من أحداث. كل ما أنتجته كان عبارة عن رد فعل لشحنة عاطفية ولمادة ثرية عشتها وحاولت التعبير عنها بطريقة أشبه ما تكون بأن تكون فنية. في اعتقادي وأنا قد بلغت الآن 54 أنني يجب أن أقوم بعمل أضخم مما عملته سابقاً، وهذا هو طموحي، وربما سيأتي هذا العمل أقل مستوى وربما سيكون بمثابة حكم الشيوخ الباردة. في روايتي الأخيرة هذه التي أنا بصدد كتابتها فيها كل شيء من ذلك، فيها شيء من سيرة الذاتية، ففيها شيء
من تجاربي الخاصة، تأملاتي وتصوراتي وأفكاري عن الحياة والمجتمع. بدأت هذه الرواية بشيء من طبيعة حياتي، بشيء لا تزوير به ولا خيال، وهو أنني عادة أستيقظ في الساعة الثانية أو الثالثة ليلا ولا أستطيع أن أنام، وخلال ساعتين من هذه الساعات الحية اليقظة وساعات النوم المشروع للإنسان تستيقظ في كل حواسي، وتستيقظ في كل أفكاري وتصوراتي، وأظل أجوب العالم كله خلال هاتين الساعتين اللتين هما بين اليقظة والنوم. أظن أن هذه الفترة من الليل هي الفترة الجوهرية التي تجعلك تبلور أفكارك، وقد بدأت من هذه العادة المستحكمة بي منذ سنين وسنين، وأنشأت رواية الجديدة. ورواية الجديدة التي لا أريد أن أسميها الآن اسما خاصا، ولكن أريد أن أستشهد بسيناتو لشكسبير، وهي كلها تعني ما أنا أريد أن أقول به. يقول شكسبير: إذا ما الكدح عياني هرعت إلى سريري، تجد فيه أعضائي المنهكة بترحالها راحتها العزيزة، ولكن رحلة تبدأ عندها داخل رأسي، تشغل الذهن بعد أن قضى الجسم شغله. هذه الرحلة داخل الرأس هي عنوان الرواية التي أريد أن أكتبها.